اسامه اليوم تربطني علاقه به قبل رئاستي للنادي، صديق واخ ويعني ابن مكه هذا الكلام. ف اسامه قدمت له عرض، المبلغ ترى مفتوح، بس اسامه بدايه الموسم او بدايه قبل لا يخش الستة اشهر قال لي ابو هلي خليني اخلص اركز في الدوري واركز في كاس الملك ونهايه الموسم ان شاء الله بيكون خير ان شاء الله. طيب. اليوم كلنا ثقه في اسامه، اليوم اسامه لاعب كبير احد ركائز النادي الاهلي. اليوم السنه هذه قدم معنا الشيء الكثير. ف ايش مشكله اسامه؟ ما عنده ولا مشكله. ليش ما يبغى يكمل؟ من قال لك انه بيكمل؟ انت رحت له البيت قال لي خليه يركز نهايه الموسم. انت رحت للبيت إيه؟ وجلست معه وما قلت ارقام، قلت له يا اسامه انا صاحبك خلينا نتعامل اصحاب. هذا في البيت عنده اسامه إيه؟ في مكه. ايوه قلت له بس قل لي وش المشكله اللي ما تبغى تكمل منها؟ قال لك بالحرف ما اقدر اقول لك، ما اقدر اقول لك المشكله، بس انا الى الان لا تحطني في حساباتك. لا مو صحيح اللي قال لك المعلومه اليوم، هذا مو صحيح اليوم. اسامه يمكن روحت له للبيت بدايه الموسم، يعني تعرف اليوم عشان تحفظ بينه وبين احد مشكله في النادي؟ لا لا ما بينه وبين بين احد قيادات النادي؟ لا 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 ابدا. اليوم بس اسامه ابناء قيادات النادي؟ لا اليوم بعطيك شغله واحده، اسامه لما رحت له البيت بدايه الموسم قدم النادي له عرض عشان يحفظ حقوق النادي 2,400,000 ومش مهم مع اسامه لوحده، اليوم مع كل اللاعبين خمسه لعيبه تقريبا او اربع لعيبه كانوا تقريبا. ف ما عندي خبر والله للامانه بالعرض هذا. فشفت انه اسامه اخذ في خاطر ورحت له البيت وسلمت عليه تقويت عنده وقلت له اسامه والله انا ما عندي يعني ما عندي خبر من الموضوع هذا، فانا جاي اعتذر. اليوم انت المبلغ هذا كان زعلان من العرض؟ لا مو زعلان اليوم هو من العرض، بس انه يقول لك طريقه طيب انت عارف انه اليوم اسامه، اليوم اسامه 99% اسامه مغادر الاهلي وفاصله 9 فاصله 9 ايش تبغى اقول لك؟ طيب اقول لك اسامه معطينه مساعد انت تبي مساعد لا يعني لا تسوق على الجماهير. لا 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 والله ما سوق. انا وانت عارفين لن يبقى في الاهلي الا بنسبه ضعيفه جدا. ابو سائل اليوم والله ما سوق على الجماهير، اليوم المبلغ اللي يبغاه اسامه ترى ما احنا مقصرين معاه يعني لا اداره لا رمزنا الامير خالد بن عبد الله، بس طلب مني بالنص هذا يوم سعد خليني نهايه الموسم وابشر نقعد مع بعض. اسامه نهايه الموسم ما حيكون في السعوديه. فين حيكون؟ بعد مباراه الكاس ما حيكون في السعوديه مباشره. نروح له يا ابو كلنا احنا في السعوديه بنروح بعد كاس الملك نقعد احنا وياه ان شاء الله ربنا. طيب ايش المشكله بالضبط؟ موضوع شائك. والله ما في مشكله يا ابو سعيد. ليش يبغى يمشي؟ يعني واحد محقق الدوري مع الفريق وهالمستوى وسام اساسي ركيزه اساسيه للفريق. والله انت تبي تجيب مشكله. لا 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 انا اسالك عن المشكله. انا اسالك عن المشكله، في فرق بين اني اجيب مشكله وبين اسالك عن المشكله. لا قلت لك اليوم اسامه ما عنده معاه اي مشاكل في النادي ابدا. هو عنده مشكله مش انتم معكم مشكله، اكيد عنده مشكله. والله اذا عنده مشكله ما كلمني بها. كلمك عن عرض الهلال؟ ما كلمني. ما قال لك؟ لا 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 يعني انا بعطيك خليك اطمنك، الاسبوع الماضي كان عندي في الاستراحه اسامه. اي وفي عند البل وشربنا الحليب مع بعض على قولهم، فسالت والله نفس السؤال لان اليوم الجماهير كل اللي في تويتر والناس انه اسامه وقع الهلال، يا اسامه انت موقع مع نادي علمني. اليوم احنا ترى لو تبي تروح اي نادي ترى اول واحد يدعي لك بالتوفيق ترى هو مساعد الزهري. انت تعرف اخوي يروح رياضيه عاليه اخويك وصاحبك قال والله مساعد ما وقعت ولا احد خليهم غير. لا لا ما وقع خليني اغلق. لا 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 اليوم ترى اللي بيني وبين اسامه شيء كثير. خليني اغلق كاس الملك ويحلها الف حلال. ايش اخر عرض قدمته؟ والله اللي يبغاه اسامه ما احنا مقصرين معه فيه. في عندكم مشكله في سنوات العقد؟ انتم تبغون سنوات طويله ويبغى سنتين بس. لا 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 ما عنده مشاكل اليوم يبغى سنتين يبغى ثلاثه. اخر عقد كان 7؟ العقد الاخير كان 7. كان 7 مليون في السنه؟ اي نعم. اي كيف تعطي عقد 7 مليون ولا اصلا سقف على 2.4؟ حبيب ما تسيبك من الخرشات حقتك. هات اللي بعده.